خاصكم بعدا تعرفوا فين حنا. حنا بدا غير الدار فين تسكنوا، لان اوفيس معايا راه كاين الصالون وهادي راه كاين الكولوار، ولهذا الشيء كاين لابوراتوار ديالي اللي كيتسمى الهول. انتقلوا دابا لفاز رقم 3، مرحله رقم 3 هي لو مونتاج، ترتيب الصور على حسب ليماجيناسيون ديالك البروجي اللي باغي دير. في هذه المرحله كدوز في هذاك هذاك لو بوست من بعد عملية المونتاج والتسجيل ديال الفيديو، فكتجي مرحلة الغيفيزيون، يعني غنراجعو الفيديو نشوفو شنو اللي ناقص فيه شنو اللي ماشي. فكنشد الفيديو كنشوفها انا معجبتنيش كنعاود نقد فيها شي حاجة. من بعدها كنعيط على بعض الاصدقاء ديالي كيشوفوها، لانه كل واحد هو التخيل ديالو الرأي ديالو. والمرحلة الأخيرة هي عملية كونفيرتيساج. هاد المرحلة كان كونفيرتي فيها، ومن بعدها كندير ليها لو لونسمون فيسبوك او لا يوتيوب.